أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآيات أيها الإخوة فيها بيان لحكم الربا وعظم خطره ووجوب الإقلاع عنه، وما بينه الله تبارك وتعالى في طريقة الإقلاع عن هذا الإثم العظيم. تأتي هذه الآيات بعدما تقدم من آيات الإنفاق وحث الشارع على الإنفاق في سبيل الله، وبيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المسلم في إنفاقه، حرصا منه على قبول عمله، وحرصا منه على تعظيم أجره. تأتي هذه الآيات لتبين حرمة الربا، وكأنها تؤكد على أن ما حصل من المكاسب المحرمة من الربا أو غيره أنه لا يصلح للإنفاق. هذه المكاسب الخبيثة
لا يقبلها الله تبارك وتعالى حتى ولو قصد بها المنفق أن تكون في سبيل الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وأموال الربا من الأموال الخبيثة، والله سبحانه وتعالى حذر من هذه الأموال وحرم التعاطي معها. والربا أيها الإخوة من أعظم أبواب أكل الناس أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل خاصة بين المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكل كسب حصل من باطل حصل من حرام فهو خبيث وباله على صاحبه، والله سبحانه وتعالى لا يقبله، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عظة وعبرة لبعض من ابتلوا بأكل المكاسب الخبيثة وأكل الربا وما ينتج من هذه الأموال، ثم بعد ذلك يقومون فيتصدقون ويبنون المرافق ويبنون المساجد. كل هذا لا يقبله الله تبارك وتعالى. بل إن الجسد، جسد ابن آدم الذي نبت من الحرام والسحت فإنه في النار. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، يعني من السفر والتعب، يمد يديه: يا رب يا رب، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله دعاء مثل هذا الإنسان؟ والربا من أكبر الموبقات، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني الذنوب الكبيرة المهلكة. ثم عددها النبي عليه الصلاة والسلام وقال في بيانها: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. هذه من أكبر الكبائر، ولا يعني أن غيرها يتسامح فيه، لا، لكن غيرها من الكبائر لها إثم عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والكبيرة كما يقول العلماء هي ما توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالعذاب الأليم أو بالدخول إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذاب النار. هذا الربا أيها الإخوة كان معلوما في الجاهلية، عند أهل الجاهلية كان معلوما هذا النوع، هذه المعاملة المحرمة. وصورتها أن يحتاج إنسان إلى مال فيقترض من رب المال، من صاحب المال، فيشترط عليه رد المال وزيادة على هذا. هذه هي الصورة الواضحة التي تسمى ربا الجاهلية. فإذا حل الموعد، جاء موعد السداد ولم يستطع أن يوفي المدين، فإنه يضاعف عليه، يضاعف عليه. وهذا ما أشار إليه قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله.
ولا يعني هذا أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، بل الربا محرم قليله وكثيره كله محرم، ولكن هذه الآية خرجت مخرج الغالب. الغالب في تعامل هؤلاء المرابين أن أموالهم الربوية كانت أضعافا مضاعفة، وحتى لو لم تكن كذلك، لو كانت شيئا يسيرا، فإنه أمر حرمه الله تبارك وتعالى. جاء تحريم الربا في كتاب الله الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا 73 بابا، أنواع كثيرة، أيسرها أن يزني الرجل بأمه، يعني مثل زنا الرجل بأمه، هذا أقل أنواع الربا، فما بالك بأكثرها بأكبرها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الربا أيها الإخوة، كما حرمته نصوص الشرع، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لأصحابه ذلك في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وبين لهم أمورا كثيرة منها الربا، ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يعني باطل ملغى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأول ربا أضعه، يعني أول ربا ألغيه وأبطله، ربا عباس بن عبد المطلب. من هو عباس بن عبد المطلب؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان صاحب مال في الجاهلية، وكان يقرض ويرابي، وله على الناس أموال من الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يثبت للناس أن هذا الأمر جد ولا مسامحة فيه ولا محاباة، قال: أول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب، عمه. فإذا كان قد ألغى وأبطل ربا عمه، فما بالك بالربا مع بقية الناس؟ وهذا دليل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الإنصاف والبعد عن المحاباة واتباع شرع الله. شرع الله على الجميع، ليس فيه مفاضلة، وليس فيه شرع خاص لبعض الناس دون بعض، الناس سواسية في شرع الله تبارك وتعالى. وهذا بلا شك أدعى لتقبل الناس واستسلامهم لإبطال الربا، لإبطال الربا. الآية هذه فيها رد على بعض مزاعم هؤلاء الذين يستحلون الربا، وهؤلاء وإن كانوا في الجاهلية لكنهم في زمننا هذا ظهروا بشكل أكبر. في الجاهلية يقولون الربا بيع من البيوع، إنما البيع مثل الربا، كلها سواء، وما دام أن البيع حلال فالربا حلال، هكذا يقولون. لكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم، ماذا قال؟ قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما هو البيع؟ البيع هو مبادلة مال بمال حلال بحسب الشروط الشرعية، أن تشتري شيئا فتدفع فيه قيمته مالا معينا، هذا بيع لا حرج فيه إذا كان المبيع حلالا وإذا كان الثمن حلالا وفيه إيجاب وقبول، فلا شيء فيه. لكن الربا ما هو؟ الربا زيادة مخصوصة في مال القرض، مال القرض يقرضه ويشترط عليه زيادة، فهذه الزيادة مضمونة محددة سلفا، مضمونة لا ينظر فيها إلى إفادة المقترض من المال أو عدمه أو خسرانه أو ربحه، لا بد أن يؤدي المال وأن يؤدي هذا
الربا الذي وظف على هذا المال. فرق بين الربا والمال. والمال في الشريعة وظيفته التنمية، التثمير، الاتجار، الاتجار أن يتجر فيه، لكن هو بنفسه المال لا يولد المال. عندك 100 أو عندك 1000، هذه لا تلد مالا. الذي يلد المال ما هو؟ العمل، العمل بهذا المال، الاتجارة، التجارة، المشاركة، والأبواب المباحة كثيرة، لكن المال بنفسه لا يولد مالا. فهؤلاء يولدون المال في الربا وهو لا يلد مالا، لكنهم يولدون المال فيه. والفوائد هذه أو الأرباح الربوية مضمونة، مضمونة. فالله سبحانه وتعالى أبطل هذه الفرية، قال إن وأحل الله البيع وحرم الربا. فرق بين هذا وهذا. الآن في زمننا يقولون إن هذه الأموال التي تدفعها البنوك الفوائد، سموها الفوائد، رفعوا عنها اسم الربا وسموها بماذا؟ قالوا الفوائد البنكية، فوائد اسم جديد حتى تتقبله النفوس. قالوا هذه حلال، لأن البنك يتجر في هذه الأموال، يقرضها ثم بعد ذلك هو يدفع لصاحب المال هذا أو يأخذ من المقترض نسبة معينة. لكن الواقع أن البنك لا يتجر، البنك يقرض قرضا مضمونا ويأخذ ربحا مضمونا أو يدفع ربحا مضمونا. يعني لو هذه الودائع التي يودعها بعض الناس في الحسابات البنكية في البنوك التجارية يأخذون عليها أرباحا مضمونة، وليست التجارة كذلك. التجارة المباحة في الإسلام قابلة للربح والخسارة، يمكن أن تربح يمكن أن تخسر، هذه لا شيء فيها. لكن الربح المضمون هذا من الربا، من الربا. فهؤلاء الآن يسمونها بالفوائد، كما سموا الخمر بأسماء جديدة، سموها مشروبات روحية أو كذا، حتى يموهوا على الناس حكم الشرع. وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان أن أناسا من أمتي قال يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. كذلك الربا الآن سموه بغير اسمه، لكن الحقيقة واضحة وحكم الله واضح، ذلك بأن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. متى هذا؟ في يوم القيامة. يوم القيامة أيها الإخوة، يوم القيامة هذا إما أن يكون فيه شارة لرفعة الإنسان وإشادة بوضعه ومقامه، أو أن يكون فيه تنكيل وتعذيب وإساءة له. هؤلاء الذين يأكلون الربا عندما يبعثون من قبورهم ويقومون إلى الحشر يتخبطون كما يتخبطه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمجنون. هؤلاء هم أكلت الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ليلة أسري به، ذكر كيف أنه رأى أناسا، رأى رجلا في نهر من الدم، نهر من الدم، وآخر على شاطئ النهر يرمي إليه أحجارا فيتلقفها فيبتلعها. ولما سأل جبريل عن ذلك قال هؤلاء أكلة الربا والعياذ بالله. قال لماذا يتخبط، لماذا قدر الله عليهم أنهم يبعثون يوم القيامة في موقف الحشر على هذا النحو؟ قال بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا لابد أن نقف، هذه موعظة يكفي للإنسان المسلم أن يقف عندها، أحل الله البيع وحرم الربا. لا مجال لإنسان بعد ذلك أن يجادل أو أن يناقش أو أن يدلل أو أن يقول بأن الربا حلال والحياة الآن قائمة على الربا والحياة الاقتصادية وحياة الناس وأوضاع المجتمعات. لا،
أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من كانت عنده أموال ربوية له ربا على الناس وعلم بالحكم أو تنبه أو تاب فله ما سلف، الشيء الماضي الذي أخذه الله سبحانه وتعالى يسامحه فيه، لكن وأمره إلى الله. أما الشيء الجديد فلا بد من الإقلاع عنه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد، من أصر، جاءته هذه المواعظ وجاءه هذا البيان ولكنه لم يقبل، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين تأتيهم المواعظ ويبين لهم حكم الله ثم يرفضونه من أصحاب النار والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. مهما عظمت أموال الربا هذه فإن مصيرها إلى المحق في الدنيا، لابد إن كانت عنده تجارة أنها تخسر، كانت عنده أموال تحترق، وهكذا في النهاية لابد أن يأتي عليها المحق الذي وعد الله به. ثم في يوم القيامة لا خير له فيها، حتى وإن فعل منها أفعالا خيرية كما يقال، بنى منها أربطة ومساكن وأنفق على الفقراء منها، هذه لا تقبل لأنها أموال محرمة. الربا أيها الإخوة أعظم أبواب خراب الدنيا، من أعظم أبواب خراب الدنيا الربا. خراب الدنيا مربوط في كثير من الأحوال بالربا، وفي زمننا هذا أمم كثيرة ذهبت قوتها، وبلدان كثيرة احتلت، احتلها الأعداء، ومجتمعات تفككت وخربت ودمرت بسبب الربا. كيف؟ تأتي دولة من الدول أو جهة من الجهات لديها أموال فتقرض دولة محتاجة أو مجتمعا محتاجا، يقرضونه مالا بفوائد ربوية، ثم يأتي الموعد، موعد السداد، فلا يستطيعون السداد فتضاعف عليهم هذه مرة ومرة ومرة ومرة. في تاريخ الدول المعاصرة بعض هذه الفوائد تضاعفت إلى مئات المرات، وأدت هذه إلى أن يصبح الدين الربوي أكثر من المال الأصلي، مال القرض، واحتلت بعض الدول بسبب هذه الأموال الربوية وبسبب هذه العقود. ولا يمنعنا الله سبحانه وتعالى ولا يحرم علينا شيئا إلا لمضرته، خاصة في باب التعامل أيها الإخوة. أبواب المعاملات في الإسلام مبنية على التيسير والتسهيل، تيسير والتسهيل، لكن في حدود الشرع، في حدود الشرع. فالربا ليس من أبواب التيسير ولا من أبواب التسهيل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقات التي مرت معنا سابقا من الأموال الحلال والتي يدفعها صاحبها يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، الله يربيها لصاحبه، يربيها لصاحبها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتلقاها بيمينه وينميها له حتى تكون مثل الجبل في يوم القيامة. هذا الشيء اليسير، لكن هذه هي الصدقات من الأموال الحلال التي يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى، الله يربيها لأصحابها، والله لا يحب كل كفار أثيم. هؤلاء الذين يأكلون أموال الربا ولا يستجيبون لداعي الشرع ولا يقبلون بأحكامه، هؤلاء مع الكفار، مع أهل الإثم والعياذ بالله، خاصة إذا أنكروا، إذا أنكروا حكم الله. الآن ربما بعض الناس هؤلاء المرابين في الزمن الحاضر
يقول هذا الربا كان حراما في الزمن القديم، الآن تغيرت الحياة فلا مجال لأن نقول بحرمة الربا. يستحلون ما حرم الله، واستحلال المحرم استحلاله يعني أن يعلم به ثم يرفض حكم الله ويتعاطاه، هذا نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان تصديق، لكن لا بد معه من العمل الصالح، لا يكفي الإيمان، لا بد من العمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن عمل الصالحات هذا هو برهان صحة الإيمان. ها؟ وأقاموا الصلاة، بعد الإيمان بالله أقاموا الصلاة التي هي عماد الدين، وآتوا الزكاة التي حق الله في هذا المال طيبة بها نفوسهم. الزكاة يؤدونها من الأموال الحلال، أما أموال الربا فهذه ليس فيها زكاة، هذه هي كلها حرام حرام. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجرهم عند ربهم، إن فاتت مجازاتهم في الدنيا فسيلقون جزاءهم يوم القيامة عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في يوم القيامة، يوم أن يخاف الناس، يوم أن يغشاهم الكرب، أهل الإيمان وأهل الاستقامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم جاء الأمر الإلهي المشدد بالبعد عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقدم بأمر التقوى لأن الالتزام بها هو الذي يعين على البعد عن الربا والبعد عما حرم الله. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا برهان صحة الإيمان. الذي يزعم أنه مؤمن ويأخذ الربا ويعلم حكمه هذا ليس صادقا في دعوة. إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوا ولا تأكلوه ولا تتعاطوا به ولا تقبلوه لا أخذا ولا إعطاء، لأن كل شيء يؤدي إلى الربا محرم في نظر الشرع. وقد جاء في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني كل من له صلة بالربا حتى ولو من باب الإثبات والشهادة والكتابة ملعون، داخل في اللعن والعياذ بالله. وهذا من باب التنفير، باب التنفير عن هذه المصيبة العظيمة وعن هذا الإثم الكبير، حتى لا يقترب منه أحد وحتى لا يبقى عليه أحد، عليه أن يسارع إلى التوبة والتخلص من هذه الأموال. إن كانت عنده هذه الأموال يتخلص منها، لا يقول أنا أتصدق بها، لأن الصدقة لا تكون إلا من الحلال الطيب. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا حتى إذا بقي لكم على الناس أردتم أن تتوبوا، وبقي لكم على بعض المدينين أموال ربوية اتركوها، ذروا ما بقي من الربا. التوبة هذه هي أهم الأشياء، توبوا إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. أما إذا علمتم الحكم وعزمتم على التوبة فلا ترغبوا ولا تطلبوا هذه الأموال التي بقيت لكم من الربا. لكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، فإن لم تفعلوا، إذا علمتم بحرمة الربا وعلمتم بحكمه في الشرع وعلمتم بالنهي المشدد في شأنه فلم تقبلوا ولم تستجيبوا، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المصيبة العظمى والكبيرة التي أعلن الله عليها الحرب من الكبائر كلها الربا.
أعلن الله عليها الحرب، ومن يقوم لحرب الله تبارك وتعالى؟ من يستطيع أن يدخل في هذه المواجهة؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الدنيا، ولي الأمر عليه أن يعاقب هؤلاء يحاربون، تؤخذ أموالهم، يمنعون من الربا، تبطل هذه الفوائد الربوية، وفي الآخرة جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى هذا الجزاء العظيم، لأنه من أكبر الموبقات. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت الآن أمامك طريقان يا أيها المرابي، إما أن تقلع عن الربا وتستجيب لأمر الله، وإما أن تصر عليه. إن أصررت عليه فلتأذن بحرب من الله ورسوله. أعلن الله عليك الحرب، أعلن الله عليك الحرب، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، مبلغ شرع الله. وإن تبتم، إن تبتم هديتم إلى التقوى ورجعتم إلى الصواب وتبتم من هذه الكبيرة العظيمة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أنت أقرضته ألفا واشترطت عليه زيادة سنوية وأرباحا مركبة تضاعفت أضعافا مضاعفة، هذا إذا أردت التوبة اتركه، ولك رأس مالك. وهذا من رحمة الله بعباده وحفظ الأموال، أن رأس المال هذا لا يذهب، لا يلغى، لا يقال إنه اختلط بأموال الربا فيذهب، لا، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم، كما جاء في الحديث القدسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون غيركم ولا تظلمون، يعني الشرع لا يظلمكم، يبيح يتيح لكم أخذ رؤوس أموالكم. طيب، إذا كان هذا المقترض هذا سواء كان قرضا ربويا وأراد صاحبه أن يتوب منه، أو كان مقترضا مدينا ولكنه أعسر، ما معنى الإعسار؟ هو العجز عن السداد، عجز، إما لأنه أفلس أو وإما لأنه لم يستطع السداد، المبلغ أكبر منه، أو لأنه عجز عن العمل لأي سبب من الأسباب، أفلس، عجز عن السداد، أعسر، أصبح هذا الأمر عسيرا عليه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة، هذا ندب الشرع، الشرع ندبنا إلى إنظار المعسر، إنظار المعسر يعني أن نمهله، أن نصبر عليه، أن نتأنى في طلب حقنا. أنا صاحب حق، لكن إذا كان هذا المدين معسرا علي أن أصبر عليه، هذا أخوك عليك أن تصبر عليه، عليك أن تقدر ظرفه على حسب استطاعتك، لكن هذا هو الأمر المطلوب في الشرع الذي ندبنا الله سبحانه وتعالى إليه حتى نحصل على الأجر العظيم من هذا. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اصبروا انتظروا لعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عليه فيسدد لكم ما ثبت في ذمته. وأن تصدقوا خير لكم، هذه مسألة ترقي، فيها ترقي في الأجر والثواب والفضل. الإنظار المعسر هذا أمر، لكن فيه ما هو أفضل من هذا أيضا، أن تتصدق عليه، على هذا المعسر. بأي شيء تتصدق عليه؟ إما بأن تسامحه في الدين كله إذا كنت مستطيعا، أو أن تحط عنه قدرا منه على قدر استطاعتك. اقترض منك ألفا،
أو ثبتت لك في ذمته 1000 فلم يستطع أن يوفيها تنظره، ثم تحط عنه تقول له سامحتك في 200 وهات 800 وأنظرك إلى شهر إلى سنة، هذا أفضل، وأن تصدقوا خير لكم، هذا أفضل من استيفائك لهذا المال أن تتصدق، إما بمسامحته أو بالحط عنه منه خير لكم إن كنتم تعلمون. لو تعلمون ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم لهذا الذي ينظر المعسر والذي يتصدق عليه بمسامحته أو بمسامحة كل بالدين كله أو مسامحته بجزء منه، هذا لو تعلمون ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم لسارعتم إلى ذلك. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا تاجرا كانت له أموال عند الناس، وكان له غلمان يعني خدم وعمال يستوفون من الناس هذه الديون، فإذا جاءهم معسر قال أنظروه أو تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فأدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. هذا الثواب عند الله سبحانه وتعالى لا يحد، وفضل الله سبحانه وتعالى أعظم، والله سبحانه وتعالى أكرم، ولكن العبد عليه أن يعمل بطاعة الله على قدر استطاعته. ثم بعد ذلك ختم هذا الأمر وختمت الآيات المتقدمة وكل ما ورد في السورة من أحكام وآداب، آداب المناسك وآداب الحج وآداب الصيام والصلاة والصدقة والإنفاق والطلاق، ختم ذلك كله بالتذكير بالتقوى التي لا يغيب عنا كما تلاحظون التذكير بها في الأحكام كلها، في كل ما يرد عن الله سبحانه وتعالى التذكير بالتقوى. لماذا؟ لأن التقوى هي أعظم الأمور التي تعين الإنسان على التزام شرع الله تبارك وتعالى. إذا اتقى الله التزم بشرع الله، قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية العظيمة كما ذكر كثير من العلماء آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، القرآن هذا الذي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، ابتداء بسورة اقرأ، هذه كانت آخر آية، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام بعدها عدة ليال ثم توفي. هذه كانت ختام القرآن وختام التشريع، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لماذا ذكر هنا بالرجوع إلى الله؟ ما ذكر بقدرة الله ولا ذكر بحق الإيمان، ذكر بهذا الأمر وهو اليوم الآخر. لماذا؟ مع أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، كان الإيمان 6 منها الإيمان باليوم الآخر، لماذا ورد التذكير هنا باليوم الآخر؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا من أعظم الأشياء التي تقود الإنسان إلى الاستقامة، لأنه يراجع نفسه ويحاسبها. مهما فعلت في هذه الدنيا من خير أو شر، مصيرك أن تقف أمام الله تبارك وتعالى فيحاسبك على ما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا تستطيع الإنكار ولا تستطيع الاعتذار
وليس لك شيء تقدمه، وليس لك رجعة إلى الدنيا لتصحح ما فرط فيه. فلذلك اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا يكفي، يكفي لأن يراجع الإنسان حساباته مع نفسه فيتوب من الذنوب ويقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يسأله العفو والصفح، وأن يقدم الأعمال الصالحة قبل أن يأتي في يوم ليس له فيه درهم ولا دينار ولا يستطيع أن يفتدي نفسه. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ماذا في هذا اليوم؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت. ما قال هنا إنها كسبت خيرا أو كسبت شرا، لا، ما كسبت يعني الذي، وهذه أداة موصولة كما يقول العلماء وهي دليل على العموم كل الأشياء. توفى كل نفس ما كسبت، وهو دليل أيضا على أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بالأفعال الاختيارية، هذه الأمور التي يختارها يفعلها مختارا، هو الذي هذا الأمر هو الذي يحاسب عليه. أما الأشياء التي يجبر عليها أو الأشياء التي لا يد له فيها، هذه لا يؤاخذه الله بها. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا يوم الجزاء العادل عند الله تبارك وتعالى، فلا تخش شيئا، لا تخش من الحيف، لا تخشى من الظلم، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ها؟ الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وهو اللطيف الخبير، ولا يمكن أن يحصل على الإنسان حيف أو ظلم في يوم القيامة، بل هو موقفه مرتبط بعمله الذي يقدمه في هذه الدنيا. ولذلك كانت هذه الآية مناسبة لختام هذه الآيات ولختام هذا التنزيل، هذا القرآن الكريم، حتى يعلم الناس أن شرع الله قد اكتمل، والشرع عندكم وأنتم مؤتمنون عليه، وما بقي إلا العمل، إن خيرا فستلقونه وإن شرا فستلقونه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان الرجيم، وأن يمكن لهذا الدين في الأرض، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينصر عباده المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين من عدوهم، وانصرهم ومكن لهم في أرضهم، واحقن دماءهم وصن حرماتهم، إنك على كل شيء قدير.